عدد اليوم من جورنال ذا بخبر عنوانه تهاني خاصة من الرجاء المصري إلى الرجاء المغربي، وكتواصل التهاني على فريق الرجاء الرياضي بمناسبة ذكرى 74 على تأسيسه، وبعد العديد من الأندية العربية والأجنبية اللي هنأت الرجاء بذكرى تأسيسه، جاء الدور هذه المرة على فريق الرجاء المصري، وتمنى هذا الأخير ذكرى ميلاد سعيدة للفريق الأخضر، وتمنوا ليه دوام التوفيق والنجاح. يذكر أن أندية ترجي التونسي بيتيس الإسباني إلى جانب أندية أخرى هنأت الرجاء بعيد ميلاده اللي كيصادف 20 مارس من كل سنة. الرجاء يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا، وكيواصل فريق الرجاء الرياضي استعداداته لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في مباراة الحساب جولة 6 والأخيرة من دور مجموعة دوري أبطال إفريقيا. وقرر المدير الكبير مدرب نصور برمجة الحصة التدريبية للفريق في نهار رمضان بالرغم من ظروف الصيام، وكيواصل الفريق الأخضر استعداداته لمواجهة سيمبا، إضافة لاستعداد نصور لمواجهة الغريم التقليدي لحساب جولة 21 من منافسة البطولة الوطنية. وغير جاء الفريق الأخضر يوم الجمعة المقبل الواجهة من خلال مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا في مباراة تشكيلية، بعد ما ضمنوا النصور تأهلهم المسبق لربع نهائي المسابقة القارية على رأس المجموعة بعد جمعهم 13 نقطة خلال المباريات السابقة. الكبير يتلقى أخبارا سارة قبل العودة للمنافسة، وعرفت تدريب فريق الرجاء الرياضي عودة اللاعب محمد المكعازي اللي كان غائب لوقت طويل بسبب الإصابة اللي بعدته إلى منافسة الفريق الأخضر، وتنفس المدير الكبير السعداء بعد عودة اللاعب المكعازي اللي تمثل الشفاء ونجح في اجتياز البرنامج العلاجي التأهيلي بنجاح، كما أنه خضع البرنامج التدريبي خاص بشكل فردي قبل العودة رفقة المجموعة. وتصاب اللاعب المكعازي في مباراة فريقه أمام نادي اتحاد توارقة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وما استطاعش إكمال المباراة بسبب الإصابة، وكيتعتبر محمد المكعازي من ابرز العناصر اللي كيعتمد عليه المدرب التونسي والمدير الكبير ورفقه النصور خلال جميع المباريات، في انتظار عودته بشكل رسمي نهايه الاسبوع الحالي امام سيمبا في حاله ما اعتمد عليه الكبير. الرجاء الرياضي يوقع عقودا احترافيه مع 7 لاعبين جدد، وأعلن فريق الرجاء الرياضي بصفة رسمية أنه وقع عقود احترافية مع 7 لاعبين مختلف فئاته السنية، وذلك بعد ما قدموا مستويات جيدة. وأكد الرجاء في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه أمضى عقود احترافية لبعض المواهب الشابة المسجلين فئاته السنية، وجات أسماءهم كالتالي: سعد الشمواني، إبراهيم بن صبار، سمير كوحي، يوسف قايدي، سعد شماش، أيمن زوبيد، وكريم الشقر. وجه توقيع الرجاء الرياضي لعقود احترافيه مع اللاعبين المذكورين كتتويج لمسارهم المميز داخل الفئات السنيه، وذلك في اطار تشجيع العمل القاعدي بالفريق. في نفس السياق اكد مسؤول الرجاوي ان عزيز بدراوي دعا لاعبي الامل اول امس السبت من اجل تناول وجبه الافطار وتوقيع عقود احترافيه معهم دون توجيه الدعوه للاعبي الفريق الاول. وقال عز الدين العالمي مسؤول التواصل بفريق الرجاء الرياضي في صرح لاحد المنابر الاعلاميه: الدعوه تمت من طرف الرئيس البدراوي لتوقيع العقود رفقه اللاعبين من لاعبي الامل، واضاف: ما تمتش دعوه لاعبي الفريق الاول لتناول وجبه الافطار، بل الدعوه كانت موجهه فقط للاعبي الامل بحيث تم توقيع عقود احترافيه معهم قصد تحصيل من المتربصين. وجهات التأكيد بعد ما تنقلت عدة منابر إعلامية إشاعة مفادها أن لاعبي الفريق الأول رفضوا تناول وجبة الإفطار مع عزيز بدراوي بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المالية. استبعاد حورية كوناكري خطوة لدعوة الرجاء لدوري السوبر ليج. وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف استبعاد نادي حورية كوناكري الغيني بشكل رسمي من قائمة الاندية المشاركة في دوري السوبر ليج الافريقي لعدم توفره على ملعب كيتلائم مع القوانين اللي وضعها الكاف منذ الموسم الرياضي الماضي. هذا المعطى المثير امامنا كيدفعنا بشكل مباشر للحديث على وجود خطوة استباقية فعلا من المسؤولين على الاتحاد الافريقي لتدارك الامر وتوجيه الدعوة الرسمية لفريق الرجاء من اجل المشاركة وانضمام لقائمة الاندية شركة بدوري السوبر ليج الافريقي. شعبية فريق الرجاء داخل وخارج ارض الوطن من شأنها ان تضفي طابع خاص على البطولة القارية في نسختها الاولى، بحيث ان العديد من المستشارين يقدروا يقروا هما الاخرين لانضمام كروعة للدوري نظرا لنسب المشاهدة الخيالية اللي كتعرفها مباريات الرجاء في حال تأكد مشاركته بشكل رسمي ونهائي. الاشارة فمرتقب باش تحصل فائز دوري السوبر الافريقي على ما كيقارب 10 ملايير سنتيم، مما غيزيد من قوة التنافس والشراسة في المباريات اللي غتجرى بين الاندية المشاركة من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر القادم. بعدما انقذه الرجاء من البطالة عقب طرده من الزمالك، الوردي يتسبب في مشاكل في مستودع ملابس الرجاء. وفي تفاصيل الخبر
أكدت الصحفية فاطمة الزهراء الحجاوجي أن زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء تسبب مشاكل داخل مستودع ملابس الفريق في الفترة الأخيرة وصلت لحد التطاول على الحارس أنس زنيتي. وأكدت الصحفية المعروفة بانتماء الفريق الرجاء أن زكريا الوردي اللي نقدوا الفريق الأخضر من البطالة بعد ما تم فسخ عقده مع نادي الزمالك المصري بسبب رفض جمهور الأخير لاستمرار رفقة الفريق الأبيض قام بالتطاول على الحارس أنس زنيتي كما كيقوم ببعض المشاكل في مستودع الملابس. وتابعت أن سبب التطاول الوردي على زنيتي كيرجع الكول الأخير طلب من عزيز بدراوي رئيس النادي أنه تكون الأولوية في صرف مستحقات اللاعبين الشباب حيث قيمة عقودهم مع النادي ماشي كبيرة وهما أكثر وحدين كيحتاجوا للتوصل بها. وضاف ذات المصدر أن الوردي ما عجبوش الأمر وقال زنيتي خرجتي إلينا، علما أن عدد من اللاعبين اللي كتعتبر قيمة عقودهم مرتفعة في النادي قليلة جدا. جدير بالذكر أن زكريا الوردي مازال ما واجدش بشكل كلي لخوض المباريات في الوقت الحالي حسب ما أكدوا المدير الكبير المقر به وأن الطاقم التقني كيشتغل مع اللاعب لتجهيزه للبطولة العربية. البدراوي نبغي نقول لجمهور الرجاء ويلسون انا اللي جبته وانا اللي غادي نتحمل مسؤوليته المالي الخاص كيف سبق ووعدت به. وفي تفاصيل الخبر خلف الحكم الصادر لصالح اللاعب الليبيري باتر ويلسون من طرف الاتحاد الدولي فيفا واللي كتبلغ قيمته الماليه 400 مليون سنتيم موجه غضب بين صفوف جماهير النادي الاخضر، خاصه ان اللاعب الليبيري تم فسخ عقده بعد ما فشل الفحص الطبي وما لعب ولو دقيقه مع الفريق. وصرح عزيز بدراوي رئيس الرجاء ان النادي ما توصلش بعد بالحكم اللي تم نشر وثائقته على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، وأكد أن اللجنة القانونية كتنتظر مراسلة فيفا باش تقوم بالإجراءات اللازمة لاستئناف الحكم إلى جانب التفاوض مع اللاعب للتوصل لحل ودي وإناء الخلاف. وقال البدراوي نبغي نقول لجمهور الرجاء ويلسون أنا اللي جبته وأنا اللي غادي نتحمل مسؤوليته المالية الخاص كيف ما سبقت وعدت به. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال باه، في أمان الله ونتلاقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.